السلام عليكم يا أغلى متابعين، صباح الخير عليكم، عيد مبارك سعيد. كنتمنى إن شاء الله هذا العيد يدخل عليكم بالصحة والسلامة والهنا وطول العمر وبتحقيق جميع الأمنيات للجميع يا ربي. بالنسبة لهذا الفيديو هذه صراحة كنت يعني بغيت ننزلها قبل من العيد، ولكن راكم عارفين الظروف. المهم غير اسمحوا لي غننزل لكم هذا الفيديو، موراها إن شاء الله عاد نشارك معكم الأجواء ديال العيد. هنايا شاركت معكم هاد الفيديو عبر مراحل، يعني هاد الويكند كامل تقريبا 3 ايام ولا اكثر. كما قلت لكم كنت هذا حطيت طليمطات ديال الصالون يتخيطوا، ملي كنت مشغوله نهار الجمعه تقريبا عاد سالينا ومشينا جبنا هاد الطليمطات بالليل. نهار الجمعه بالليل عاد جبتهم، صراحة تعطلنا ومهم كان عندنا ظروف راكو عارفين، امتحانات وبزاف ديال الامور. اول بعدا في كي جيت قلت بعدا نجرب الطليمطات هذوك الطلامط، بعدا نجربهم مع السدادر. مع السيد قال لي جربيهم بعدا، الا كان شي غلط ولا شي حاجه نصلحوه قبل من العيد. المهم هنا شاركت معكم الخديديات ولي كالدو وداك الكاريات كيفاش جاو. هاد اللون درت الغوج بغيك، صراحة كيجي واعر كيجي رائع زوين بزاف. المهم هنا كنت كنوريكم منين ركبت دوك الطلامط جايين قصيورين بزاف على السدادر، هو كان وقعي واحد الغلط بسيط. كنت انا عطيتو العبار في الاول غلط، قلت له 30 سنتيم في العلو، وعاود بنين قدينا ورصينا الامور وعطيناه العربون وكل شيء. رجعنا للدار تاكدنا من العبارات، لقيت في ان عندي 35 ماشي 30، وصونينا عليه وقلنا له ها شنو المشكل وها شنو. قال لك صافي انا غادي نصحح داك، حيت كان مازال يلاه عاد مازال ما بداوهوش. المشكله انه ما صححش، خلى دوك 30 مهم فاش دفعهم دوك المعلمين اللي كيقادو صافي هما قادو على داك العبار اللي عطاهم. ايوا المهم نهار مصونين عليه بالليل قالنا صافي نهار السبت دوزو لعندي نصيفط معاكم شي واحد من هاد المعلميه يعاود العبار وهذا ويتاكد من المشكل. صافي منين جا لقى المشكل فين كاين صافي، وعاود عطيناهم له نهار السبت. ونهار الحد كانوا غيكونوا موجودين، وفعلا كانوا موجودين نهار الحد في العشيه. انا هاد السبت هذا شنو درت هنايا، تا رجعنا بالليل كان عندنا شي، المهم خرجنا في العشيه تقضيت واحد لي طابلو دابا نشاركهم معكم. هاد الديكور هذا كيتعلق في الحيط رائع، درته فوق من المبل ديال الصباب. من بعد ان شاء الله نشاركو معكم. وهاد الطابلو الكبير خديته للصالون، المهم هنا بالليل درت بعدا واحد خملت نص ديال الصالون الجهه اللي كتبان لكم تما، خملت ديك الدنيا كلها وصيقت ورديت الخدادي وكلشي حطيتهم تما. وهنايا عاود في الصباح بكري فقط، مهم قلت غنكمل عليا داك التسياق ماشي بكري بكري هذا، مهم الصباح حتى فطرنا وكلشي وعاد جيت كنكمل التخمال ديال الصالون. هنا كنشارك معكم الخدادي بعد ما ركبناهم، صراحه كنا بغينا نديهم عند واحد السيد يركبهم ساعه، تنقول لكم مع العواش حتى شي واحد ما كيكون مسالي، اضطرينا نقدهم غير روسنا وصافي واخا تماره وتكرفس. المهم شاركت معكم هاد الجهه كلشي، عاوتاني صيقت ديك الدنيا كلها وبديت عاوتاني كنست في هاد السديد درت في هاد القنت، وخصني نخوي هاد القنت هذا اللي كنبين لكم فيه الخدادي وكلشي، تما غادي نحفرو بالشينيور باش نعلقو الطابلو. المهم تماره انا عاوتاني رديتهم للجهه الاخرى كما كتشوفوا، الجهه اليسريه او الشمال ديالي، وهاد الجهه عاوتاني خصني نخويها كامله. المهم خصني نحيد هاد المطربات هادو باش غادي نتقبو في الحيط، ومن واحد روينا عاوتاني نهار الحد في العشيه. صراحه دركنا الحال بزاف، زعما ما كنصحكمش ديروا بحالنا، والله الانسان يحيد عليه هاد المسائل قبل واحد السيمانه قبل العيد، وبقى لي كلشي تراكم عليا الشغل وكلشي. انا كنشارك معكم هاد الخنشه هادي راه فيها الفاخر حطيتها تما صافي. المهم هنايا حتى سالينا تقبنا الحيط وعلقنا الطابلو، وكان باقي لي هنايا السيجور ضروري خصني نخملو. المهم دغيا دغيا السيجور عندي ساهل. هادو هاد المطربات هادو ديال السيجور راني هادو الغلافات ديالهم زعما راني صبنتهم هما والخدادي وكلشي. صافي هنا بديت صيقت ديك الروينه كامله. هنا صافي هنا في الراجل اللي مشى خرج جاب هاد الطلامط هادو، كانوا عاوتاني صافي يعني قادوهم وجدوهم لنا جابوهم. صافي هنايا المسائل كلشي كان مقادد وكلشي، خصنا غير
لا ربي هنا مازال ما تقبناش في الحيط، من حتى خمل السيجور وقديت عاد عاوتاني مشينا كنقادو الطبيب ضروري خصو يجي داكشي مقادد في الحيط، ما تجيش شي حاجه ما تجيش عندي طب العواج ولا كنخدمنا شي شويه ديال الوقت. وهنايا بنتي قالت لي ملي تبغي تفتحي ملي تبغي تزولي زعما تنقي هاد الديكور عيطي لي انا اللي غنقيه. مهم صورت معكم هاد اللقطات صراحه كتجي هاد صورت معكم هاد اللقطات صراحه كيعجبوني هاد اللقطات هكذا في الفيديو، وسرعت الفيديو باش ما يجيش طويل وصافي. هاد الديكور صراحه جا زوين جا رائع. مهم فيديو واحد اخر ان شاء الله ونعطيكم المعلومات على الاثمنه وكل شيء، لان الفيديو كيدوز وعندي بزاف من بزاف د المعلومات ما يمكنش ندوزهم لكم في هاد لا فيديو، نخليهم فيديو اخر ان شاء الله ونشارك معكم الاثمنه وفين صوبت كل حاجه ومنين خليتها. الا كنتم مهتمين خليوها لي في التعاليق ان شاء الله بحول الله. المهم داك هاد الديكور حطيته في الحيط اللي فوق من حطيته مباشره فوق من المبل ديال الصباط، لان بقى لي داك الحيط قلت لكم بقى لي خاوي، والمبل تبارك الله كبير واخد واحد المساحه ما تعطالوش حقه. كنت ضروري ندير شي حاجه اما مرايه هكا دائريه ولا شي ديكور بحال هاد الشكل. صراحه مشيت عند واحد المحل كيبيع داكشي ديال المرايات الكريستال، ولكن غلا عليا واحد المرايه غير مدوره يعني صغيره ماشي كبيره بزاف، قال لي 1500 درهم. المهم هنا صافي قادين الطابلو كلشي صافي، هنايا بديت كنفرش الصالون اول حاجه بعدا. المهم واحد الروينه هنا باش نفرش هذا الصالون عندي، كنبقى ندي الحاجه من هنا وردها من هنا ونقادها هنا عاد باش كن المهم هنايا قبل ما تشوفوا النتيجه النهائيه قلت بعدا نذكركم بالشكل ديال الصالون ديالي كيفاش كان من قبل. المهم خديت هاد لا فيديو واحد لا فيديو كنت صورته معكم شحال هادي، كنت خملت هنايا وصورت معكم السيجور والصالون كيفاش كان. صراحه حتى الصالون ديالي القديم كان زوين، غير هو مش غنقول لكم التوب ديالو ماشي كاليتي بصراحه، دغيا كيتشنتف داك التوب اللي مزوق لي في الوسط. والمشكل اللي قلت لكم راني عاودت لكم المشكل في واحد الفيديو، السيد اللي صوب لي الصالون ماشي هذه هي الطريقه اللي بغيت انا نشوف بها الصالون ديالي، ولكن فيها خير دابا الحمد لله وشكر لله درت داكشي اللي في الشهوه ديالي، جا الصالون زوين وتقام عليا بثمن يعني مناسب. من بعد ان شاء الله نشارك معكم الاثمنه. وحتى السيجور هنايا راني درت فيه غير واحد التغيير في الخديديات، دوك الخديديات اللي كانوا عندي في الصفر زدتهم هنايا في السيجور باش يجيو جاو مع داك الخديديات اللي في الخضر، وهذوك اللي ملونين لان فيهم الصفر والخضر داك التوب اللي امبريمي راه فيه الخضر والصفر، جا واحد المزيج زوين. المهم هذا الشكل قبل الصالون، قبل الصالون والسيجور. هنا كان عندي هذا المبل القديم. المهم صراحه في هذا الفيديو ما غنصورش معكم هذا هو الشكل بعد، ما غنصورش معكم داك المبل حتى الفيديو اخر ان شاء الله. المهم شفتوا السيجور كيفاش جا بدوك الخديديات، زدت الخديديات صفرين جاوا عاطين واحد المنظر رائع للسيجور. وهذا الصالون ديالي كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. فرشت زريبيان بعد ما تصبنات وكل شيء. المهم هذا هو الصالون ديالي، دائما اختكم الباج ثم الباج، هذا الباج دوغي صراحه جا رائع جا زوين بزاف، ودخلت معاه الغوج بغيك. انا كان محمقني هاد اللون اما لورانج ولا الغوج بغيك يعني. واخيرا درت شي حاجه اللي انا كنت ما صراحه كنت كنحلم بهذا الشكل ديال هاد الصالون بهكذا بهذه الطريقه. المهم السيد جاب لي الصالون بالطريقه اللي بغيت. الخديديات درت لهم جوج ديال الوجوهه دوبل فاص، الفاص الاول درته كامل واحد في التوب ديال الخدادي، والفاص الثاني درت التوب الثاني ديال الخدادي، وحدين اخرين درت لهم السامبل ديالو. مهم مره اخرى ان شاء الله نعاود نفرشو بطريقه واحده اخرى ويبان لكم الفرق. وهذا التوب ديال الطليمطات درناه بهذا الشكل هذا، ودخلنا معاه التوب سامبل، وداك الغوش بغيك درناه في دوك السينات اللي كيجيو في القناص ديال السداري. صراحة شي حاجة رائعة شي حاجة زوينة بزاف. ودرت هادوك لي كالدو على شكل فاليز تا هما جاو عاطين واحد المنظر واعر، وهادوك الكاريات بداك الشكل كيما كتشوفو. المهم كان هذا هو الشكل ديال الصالون ديالي بعد
واحد المده، وانا كنقلب وانا كان لقيت هذا الثوب هذا في واحد اللون في الخضر، وصراحه ما عجبنيش، خفتو يجيني مظلم في الصالون، كاين ما احسن من الباج هكا دوغي ولا الباج طوب، صراحه كيجيو ملكيين، كيجيو رائعين هكذا في الصالونات. وهذا هو الطابلو ديالي بعد ما علقته، هو تا هو جا اسورتي مع اللوينات اللي في الصالون. ولا ناب ديالي دائما راه كيمشي، الباج كيمشي مع كل شيء، لا ناب وهذا والريدو مشاو لي مع الصالون، سواء درت هذا اللون ولا اي لون واحد اخر كيمشيو مع صراحه، لان الباج دائما كيمشي مع كل شيء، الزريبيه في الباج وكل شيء. المهم هذا هو الصالون ديالي، سبحان الله داك اللون جا حتى مع اللون ديال الخشب اللي دايره في السدادر، حتى هو راه تقريبا داك اللون غوج بغيك. صافي هنايا فرشت حتى السيجور ديالي، قديت زرابي ديالي كل شيء. وهذا اوسكار الغزال، المهم هادي هي الشوفه ديال الصالون، ضروري غيبان لكم كاين واحد الفرق. هذيك الايه القرانيه ولا داك الطابلو عطى دار واحد التغيير شامل في الصالون. مازال ان شاء الله هنا كنقرب لكم الشكل ديال الوريضات اللي في الخديات، صراحه رائعه الثوب راه ما طلاصي. هنا باقي لي هاد الكوان خاويين، ان شاء الله من بعد وغنشوف لهم ناخذ شي ديكورات ونحطهم تما. غير دابا تدركت مع العيد وبزاف الامور، اما يعني دايره في بالي غناخذ شحال من حاجه ان شاء الله حتى نمر العيد بواحد سيمانه هكذا كلها، ونخرج نتقضى داكشي اللي خاصني، وناخذ ديكورات هكا للمبل ديال الصباب حتى هو خاصينو شي ديكورات. باقي لي داك الحيط اللي فيه التلفازه صراحه مقنطني بزاف، ولكن من بعد ان شاء الله غندير له ونشوف له شي حل. صراحه كنقول ندير له لابياج بالخشب، ولكن غيتقام عليا غالي، وانا ما بغيتش شي حاجه اللي تقام عليا غاليه. ونشوف شي حاجه اللي ما تفوتليش 1000 درهم هكذا، كيما بابي بان ولا شي حاجه بحال هكا نديرها لداك الحيط، ونقاد له هكذا شي ديكورات هكذا، وتخباو دوك الخيوطه وداك الروينه كلها اللي كتكون تما. المهم ما صورت لكمش ديك البلاصه، انا صراحه كت مقنطاني، ولكن ماشي مشكل، مع المده كلشي ان شاء الله غادي يتقاد وكلشي غادي يتصلح. الحمد لله وشكرا لله اللي قدرنا الله انني كملت هاد النتيجه، هادشي كنصور لكم لحد بالليل. المهم كان هذا هو الفيديو، هذا هو صالوني، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، كنقول لكم مع السلامه.